مطار سنغافورة الدولي أهم وأفضل وأجمل مطار في العالم. أنتوا متخيلين فرشين الأرض بالسجاد، وهتشوفوا كتير من الحاجات اللي ممكن تكونوا بتشوفوها لأول مرة في أي مطار في العالم. يستحق أن يكون المطار رقم واحد في العالم. أكتر حاجة بتميز مطار سنغافورة الدولي ان كل النباتات اللي حضراتكم شايفينها دي كلها طبيعية مش صناعية. بصوا الجمال يا جماعة، بسبب الترتيب والنظام وبسبب الديزاين الغير عادي خد افضل مطار في العالم. وفعلا المطار ده فيه امكانيات كبيرة جدا، في شوارات، في اماكن للنوم، في فندق، في مطاعم على اعلى مستوى، في شوبينج. انت حرفيا مش بس في مطار، انت في مدينة متكاملة من الحياة. يستحق ان يكون المطار الاول في العالم، وعلى فكرة افضل بكتير من مطار ناريتا في طوكيو او المطار الاول في اليابان. في بعض المطارات اللي ممكن تقرب من المستوى ده، ولكن هيفضل مطار سنغافورة الدولي هو المطار الأول والأفضل على مستوى العالم كله. يعني بصوا يا جماعة اللوحات الفنية وتناسق الألوان، والأغرب فرشين موكيت في كل حتة في المطار. الأمور هنا سلسة وبسيطة ومفيش أي مشاكل من أي نوع. لما بتسأل أي حد بيجاوبك، موضوع في منتهى البساطة. نكمل مع جمال مطار سنغافورة. بصوا يا جماعة الجمال، تناسق ألوان مش طبيعي، مش عادي، شياكة غير عادية، الزرع في كل مكان، مكان جميل حقيقي، شيك جدا، حتى مش ناسيين الأطفال. ودي طيارة سنغافورة إيرلاينز. اعتقد اشيك من ريتز كارلتون، اشيك بكتير كمان. الحقيقة انه مطار مبهر بجد، مطار شيك حقيقي.